أصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 عن دفتر الشروط الخاص بالمصنعين والوكلاء بيع السيارات ووفقا لذات العدد من الجريدة استثنى دفتر الشروط المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة استيراد السيارات ذات محرك ديزل وتضمن في مادته 29 أنه لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد محركات ديزل بالنسبة لفئة المركبات السياحية إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين أو كهربائي أو هيدروجيني، والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتم عملية استيراد المركبات الجديدة طبقاً لأحكام المادة 52، بينما عمليات فحص المطابقة للمركبات المستوردة تتم على مستوى الميناء أو المستودعات المؤقتة أو المستودعات الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص. مصر جمركي في اطار الوضع للاستهلاك طبقا للاحكام التنظيميه المنظمه لمراقبه مطابقه المركبات سلام